وانا اخويا راه انا مدرور من هاد مالي الكواتشات، انا عندي كوتشي عندي وليدات تنترزق على الله عليهم اخويا. هاد الناس هادو تيجاو من عونا حيدوا لنا حتى الكوارع فين كنسيبو، ما بقى عندنا الخيل فين نحطهم، ولا بنادم كينعس في كوتشي خلي ولادو كينعس مع الخيل خايف عليهم اللي يديهم ليه، ولا ما عندو ما يوكلهم ما عندو ما يدي لولادو. هاد الناس هادو اخويا حرمونا حرمونا من رزقنا، قطعوا لينا رزقنا. حنا بغيناهم اخويا اي حقوا معانا الوعود ديالهم اللي قالوا لينا يحقوها معانا، ولا يديروا لنا شي حل، ولا ياخذوا الكواتشه ويعطيونا البديل، يعطيونا البديل يديروا لنا شي حل يبدلوا لينا الدومين. وما باغيين لنا قيوه مدينه ذكيه، حيدوا لنا الدومين ويديروا لنا شي حل فين غنخدموا. اي خدمونا وشوف نسبه البطاله شحال في المغرب، ملي غتزيد غتحيدنا حنا، شحال غتولد نسبه البطاله؟ شنو هو غنديروا؟ نولي حنا انا كنمشي نطلب في هذا وهذا يجي يطلب هذا وهذا يجي يطلب هذا، اشنو هو غنديروا اخويا في النظريه ديالك؟ راه حنا مواطنين، راه خاصنا يديروا لنا حقوق ديالنا، حنا راه مواطنين مغاربه، راه عندنا لاكارت، حنا ولاد المغرب، حنا هنا هنا ماشي في العروبيه ولا في الصحراء ولا، حنا ولاد المغرب. مشيو نشوفوا حنا نهودوا انا الولاد زيان، ناخذوا مثلا نهودوا الولاد زيان، شوفوا دوك الافارقه اش دايرين تمايا، سيروا حاربوا هادوك. كتحاربوا فينا حنا ولاد البلاد؟ سيروا حاربوا هادوك اللي مسخين البلاد وجاوا من بلاد اخرى وطفلوا علينا هنايا، سيروا حاربوهم. كتحاربونا حنا ولاد البلاد؟ حنا اش غنديروا دابا؟ اشنا في النظريه ديال هاد السلطه هادي اللي جات من عندنا، اشنا هو غنمشيو حنا نديرو؟ يلا اي وريونا اشنو غنمشيو نديرو، اشنا هو البديل اللي غنمشيو نديرو؟ اي وريونا شنو غنمشيو نديرو، نمشيو نديرو ولا يحقوا معانا هاد الوعود هادو اللي قالوا. اما باش يقول لي انا سير طلع للشيشان، انا ما نقدرش نطلع للشيشان قتلوني على ولادي، انا ما نطلعش للشيشان يقتلوني على ولادي نخلينا ولادي اللي تما مشردين، راه ما يمكنش هاد الحل هذا، لان الدراري طلعوا قبل مني انا وكالوا العصا وكاين اللي شدوه وكتفوه. وتنطلبوا اخويا من السلطه تشوف من شوف من جيتنا تشوف دير لينا شي حل. مراكش راه مدينه سياحيه كاع، كيجيو لها الناس من جميع انحاء العالم وراه فيها الكواتشه، علاش ما مشاوش عند دوك الناس حيدوا لهم الكواتشه وجاو عندنا حنا حيدوهم لينا، مع اننا عندنا خويا رخاص عندنا وريقاش وتنخلصوا اي حاجه تنخلصوها، تنخلصوا لاسيرونس تنخلصوا الكرا ديال الدار ديال 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 الرخصه كلشي تنخلصوا. واكثريه اكثريه ديال هاد الحرفه هادي معيشه عيالات ارامل ارامل ما عندهمش، معولين على ديك ال 50 فرانك اللي كتجيهم من الكوتشي من الشهر للشهر كيشدوها كيبقاو غاديين يسيروا بها. ودابا حنا واقفين ما خدامينش ياك، ومن النمره ما كيعرفك واش خدام ولا ما خدامش، كيعرفها الكرا ديالو تعقيله في الشهر، فهمتينا اخويا. وحنا الاغلبيه الناس ديال الكواتشه والديهم كبار في اللاج، يعني الامهات ديالهم ما كيعرفوش الخدمه، وامهات ديالهم ما كتعرف لا خياطه لا والو، كتعرف ولدها خدام غايجيب لها ديال. سمعتينا اخويا؟ يعني رانا شو هاد السيد هذا هو عنده نمره ديال الكوتشي كرام عنده الدرب كاري معاه كيتسنى حتى هو بهذيك 40 فرنك الشارع طالب. ها هو شو ما كيدويش حتى يعني ما كيدويش هاد السيد، هو اش غنديروا ليه؟ نقتلوه حي؟ ما عندوش، هو عنده الرخصه هو اللي عايش بها، هاد الرخصه هي اللي عايش بها توجدي عايش بها وكيدير منها حتى المازوت الطنوب. الرخصه اللي عايش بها ما كانش يدوي ما كيدويش، الهضره ما كيدوي ما كيهضرش، الهضره اش غنديروا ليه؟ نقتلوه حي؟ راه هو ميت مسكين حي دابا، والدوله باقا ما عقلاش عليه، هو مسكين ميت حي ديك الرخصه باش عايش. اش الملك خويا هاد الكوشي راه عايشين بها الشيء اللي عطانا الله، راه عندي جولاد مراد انا عندي شهاده اللياقه هاهي، عندي جولاد مراد انا ولا خدام به الشيء اللي عطاني الله، هاد ولاد الكوشي هاد السيماره كامله والله درهم ما عندي في جيبي، عاوتاني مول الماكله تيتسنى شي 12000 ولا 14000 هادي الماكله، اش من ربعه عندنا في هاد الشيء كامل؟ اطلب يديروا لنا شي حاجه شي حاجه يديروا معنا شي حل في هاد الشارع هذا، بغينا نخدموا في هاد الشارع هذا بحيدوا الماء الشارع صابطونا المسير طلعنا للجلاوي ويجيو ولا بالحجر، علاش اش من ربعه عندنا بلاد ويضربنا بالحجر؟ ما بغيناش المشاكل، انا جربوا المشاكل ما بغيناش المشاكل مع بنادم حنا كاع هاد الحرفه، انا من والديا عمامي والديا كاملين في هاد الحرفه، عمامي والديا كاملين في هاد الحرفه كبرنا فيها.